بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في وسط مدينة إدلب كما ترون. الدفاع المدني تقوم بإخماد الحرائق الناتجة عن سيارة مفخخة ركنت هنا في هذا الشارع منذ قليل. هذا الشارع طبعا لا يوجد فيه أي مظاهر مسلحة أو مقرات للمجاهدين. خلف هذا الانفجار عن أضرار في الأبنية المسكونة المأهولة، وخلف بعض الجرحى والقتلى لم يتم إحصائهم حتى هذه اللحظة. كنت معكم أنا من إدلب مراسل OGN شهاب الظفيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.